من أجل سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحيحة. نوضح لكم خطوات استعمال تطبيق ترصد بلس من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قم بتحميل تطبيق ترصد بلس من صفحة كوفيد-19 من موقع وزارة الصحة الإلكتروني أو من خلال جوجل بلاي وأبل ستور. بعد تثبيت التطبيق قم بالتسجيل باستخدام رقم هاتفك النقال، وسوف تستقبل رسالة نصية توضح الرمز السري. الرجاء إدخال الرمز السري للمتابعة. الآن تستطيع الاستمتاع بالتطبيق واستعراض بعض المعلومات المهمة واستخدام أدوات النظام. سيعمل التطبيق بتنبيهك في حال وجود سوار ذكي بالقرب منك، وذلك يتطلب منك التأكد من تفعيل خدمة تحديد المواقع والبلوتوث. كما يتيح لك التطبيق الاطلاع على آخر الإحصائيات والتطورات لكوفيد-19 في السلطنة ودول العالم، ويوفر لك خاصية التحدث مع فريق الدعم الافتراضي عبر التطبيق. التطبيق معزز بأيقونة الكاشف الطبي الذي من خلاله يوضح حالتك الصحية ويخلق تفاعل من خلال فتح نافذة للمحادثة مباشرة مع محلل الأعراض المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي. خدمة الكاشف الطبي معزز بخمس لغات: العربية، الإنجليزية، الهندية، الأردو والبنغالية. قم بالإجابة على جميع الأسئلة بدقة وعناية. سيقوم نظام كيوسكاوت الكاشف الطبي بتقدير حالتك الصحية. سيتم إبلاغك في حالة هناك حاجة للتواصل مع الوزارة أو البقاء بالمنزل. كما أن نظام كيوسكاوت سيقوم بالتحقق بشكل دوري وسيتواصل معك تلقائياً للاستفسار عن حالتك الصحية. احرص على تنزيل تطبيق ترصد بلس. اجعل التطبيق في وضع شغال دائماً. احرص على تفعيل خاصية البلوتوث بصورة دائمة للتطبيق. احرص على وضع تحديد الموقع للتطبيق بصورة دائمة. في حالة وضعك في العزل المنزلي يجب اتباع الخطوات التالية: قم بتثبيت تطبيق المشرف الطبي وربطه بالسوار الذكي وتحديد موقع العزل. تأكد من الالتزام باستخدام التطبيق والسوار أثناء العزل الصحي. نصائح مهمة تفيدك خلال فترة العزل يجب اتباعها. سلامتك، بقاؤك بالمنزل. فاحرص على عدم المخالطة والابتعاد عن التجمعات، والتزم العزل لأن ذلك هو صحتك وسلامة الفرد والمجتمع. ترصد بلس.